بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نتابع قراءتنا في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وفي هذه الحلقة الرابعة نتابع قراءتنا في فصل نماذج للرأي والرواية. يقول الشيخ: وقد رفض الأئمة أحاديث صح سندها واعتل متنها، فلم تستكمل بهذا الخلل شروط الصحة. ومن أجل ذلك استغربنا ما رواه ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فآتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. انتهى الحديث. ثم يعلق الشيخ: يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تحقق، ولم يواجه بها المتهم، ولم يسمع له دفاع عنها، بل كشفت الأيام عن كذبها. وقد حاول النووي غفر الله لنا وله تسويغ هذا الحكم بقوله: لعل الرجل كان منافقا مستحقا للقتل لسبب آخر. ونقول: متى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين؟ ما وقع ذلك منه، بل لقد نهى عنه. وظاهر من السياق أن الرجل نجا من القتل بعدما تبين من العاهة التي به استحالة توجيه الاتهام إليه. أفلو كان سليما أبيح دمه؟ هذا أمر تأباه أصول الإسلام وفروعه كلها. إن بالحديث علة قادحة، وهي كافية في سلب وصف الصحة عنه، وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه المرويات. قال مدافع عن هذا الخبر: لعله من باب التعزير. وهذا تفكير مستنكر. هل الإسلام أعطى ولي الأمر حق قتل الناس لشبهة أو شائعة؟ أبإسم التعزير تستبح الدماء على نحو طائش؟ إننا نقتل ديننا بهذا الفهم، ونعرض سيرة نبينا للقيل والقال. ومما يحتاج إلى الفقه السليم تحريم نعي الموتى، ورفض ما تنشره الصحف الآن من إعلانات عن وفاة فلان وفلانة. وقد جاءني بعض الطلاب يقولون إنهم قرأوا أحاديث تفيد ذلك، ومن ثم فهم يستنكرون الإيذان بأخبار الموتى. قلت: إن النعي المكروه ما كان استعراضا للمآثر والمفاخر، وتنويها بالأفراد والأسر، أما ما عدا ذلك فلا شائبة فيه، بل لا بد منه. قالوا: ما رواه الترمذي وابن ماجة غير ما تقول. عن حذيفة رضي الله عنه قال عندما احتضر: إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي. هكذا روى الترمذي، وأكد ابن ماجه الرواية، إلا أنه قال: كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تأذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كان ينهى عن النعي، وقال: إياكم والنعي، فإنه من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت. ونحن نؤكد أن النعي المحظور ما قارنه الرياء وإحياء العصبية، أما الإخبار المعتاد فيستحيل كرهه. وما أكثر الأحاديث المنتشرة اليوم بين الشباب يستنتجون منها أحكاما سيئة، إن قبلنا سندها على إغماض فإن متنها لا يصح قبوله.
وقد قرأت للمنذر رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب 16 حديثا في سكن الشام وما جاء في فضلها، منها ما جاء عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. وأغلب الأحاديث 16 تدور على هذا المعنى، وأغلبها من رواية الترمذي والحاكم والطبراني وابن حبان وأبي داود وأحمد. ونحن نحب أقطار الإسلام كلها، ونعد أهلها إخوتنا، ونرى نصرتهم دينا وخذلانهم كفرا. وما يروى في تفضيل بلد على آخر والترغيب في سكناه أو المرابطة فيه فهو عندما يتعرض الإسلام للخطر من قبله أو تحدث ثغرة في حدوده تتطلب الرجال لسدها، وذلك كما تتجمع كرات الدم البيضاء لحماية الجسم من الجراثيم الغازية عندما يصاب بجرح أو تنشأ به قرحة. إن مسارعة قوات الدفاع هنا مفهومة الحكمة. أما في حالة الجسم العادية فموقف الكرات من جميع الأعضاء واحد، والواقع أن دار الإسلام الآن مهددة من ثغرات شتى، والغزاة يتواثبون حولها شرقا وغربا. ولما كانت فلسطين جزءا من الشام فنحن نعد الفرار منها عصيانا والثبات فيها جهادا. وللمدافعين عن الإسلام في أفغانستان والفلبين وسائر أراضيه كل الحقوق التي لعرب فلسطين أو لأرض الشام كما جاء في الأحاديث 16. كان عمر رضي الله عنه يشغل نفسه ويشغل الناس معه بالقرآن الكريم، ويوصي الجيوش أن تلهج به وتعكف عليه. ومن أقضيته التي استند فيها إلى القرآن وحده ما رواه ابن إسحاق قال: كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعي الشعبي، فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وكانت قد طلقت ثلاثا، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. لها السكنى والنفقة، قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة. وحديث فاطمة المذكور هو موضع خلاف بين الفقهاء، رفضه الأحناف وقبله الحنابلة، ويرى المالكية والشافعية أن المطلقة ثلاثا لها السكنى دون النفقة. وملحظ الحنابلة أن سياق الآية التي ذكرها عمر في الطلاق الرجعي للبائن، ولمن شاء أن يدرس القضية في مصادرها والذي يعنين منها، هو أن عمر جعل ظاهر القرآن هو السنة التي تتبع. وإذا كنا نقدم الرأي القوي على الرواية المريبة فيما سقنا قبلا من نماذج، فإن عجبنا يشتد عندما نرى من يترك النقل والفقه معا في بعض الأحكام. اتفق المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية: الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله. وفي رواية أن فتاة دخلت على عائشة فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخي يرفع بي خسيسته وأنا له كارهة. قالت عائشة: اجلسي حتى يأتي رسول الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته،
فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. ومع هذا فإن الشافعي والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره، ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. وقد ذكرنا أن الأحناف أعطوا المرأة حق أن تباشر عقدها إمضاء لظواهر القرآن. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة والخامسة سنبدأ فصلا جديدا بعنوان في عالم النساء، وفيه فقرات الحجاب والنقاب، المرأة والأسرة والوظائف العامة، علاقة المرأة بالمسجد، شهادة المرأة في الحدود والقصاص. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله إذا كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.